مرحبا شباب، محاضرتنا إن شاء الله هي العاشرة والأخيرة إن شاء الله، اللي هي اللي راح ناخذها واللي نقصد بها إنه التيار اللي هو الموتور الإلكتريك موتور، المحرك الكهربائي، يعني عكس المولد الكهربائي اللي أخذناه هناك يولد الكهرباء، هذا لا يحول الطاقة الموتور الكهربائي للموتور الموجود بالبيوت او الموتور الموجود في الالعاب، في اللعابه، في اي مكان. الالكتريك موتور اللي دي سي راح ندرس، ما عندنا الاي سي، الاي سي موجود اللي بالبيوت، هذا يشتغل على الحث الكهرباء، على الحث اللي هو موضوع اخر. احنا راح ندرس فقط الدي سي اللي هو موجود في اللعابات، في الاشياء اللي تتحرك في السيارات، في العاب الاطفال، هذا هو موتور الدي سي. طبعا المولد الكهربائي عكس عامل الموتور الكهربائي اللي هو ذاك يولد لي كهرباء، هذا لا يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية، يعني يستهلك الكهرباء ويحولها إلى طاقة حركية، مثل ما الموتور الموجود بالبيوت إنه يستهلك كهرباء ويحرك البشارة اللي ترفع المي، بشارة مربوطة بالموتور، يعني فجزء يرفع المي إلى أعلى الخزان حتى ينملي. فهذا هو يعتبر يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية. راح نبدأ إن شاء الله مالتنا المحاضرة بفيديو، ركز وياي وإن شاء الله راح تفتهم عليه. هنا لو تلاحظوا وياي، عندنا هنا لو تلاحظوا وياي بطارية ومصباح، والتيار الكهربائي ده يمشي بهذا المصباح، التيار الكهربائي يمشي بهذا المصباح، يمشي بالسلك، واذا سقط عندي راح ينقطع الكهرباء عن هذا المصباح، هذا معروف. احنا عندنا ايضا مثل ما التيار يمشي بالسلك ومتوهج مصباح، اذا حطينا سويتش راح يبدي يبلش اني اتحكم بالسيارات الكهربائية، التيار اذا ينساب من هذا الجزء الى هذا الجزء بهذه الطريقه، اذا قلبنا البطاريه او قلبنا الاسلاك راح يتغير اتجاه التيار من هذا الاتجاه الى هذا الاتجاه، بهذا الاتجاه بالضبط يتغير اتجاه التيار. اذا هنا لو نلاحظ يعني هو هاي الدائره الكهربائيه الاساسيه، راح ننتقل الى المغناطيس الكهربائي. طبعا المغناطيس الكهربائي قلنا بي ساوث بول ونورث بول، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، واللي اني ذولا اللي طبعا يجذب الاشياء، المغناطيس ذات الاقطار المتشابهه تتنافر والمختلفه تتجاذب، مثل ما نعرف احنا، مثل ما نشوف عندنا بالفيديو هنا. اذا راح نستخدم مالتنا هنا المغناطيس، اذا استخدمناه لو تلاحظ الحركة الموتور الكهربائي ذات الدي سي شلون يتحرك، راح نتعلم هسه شلون يتحرك لو تلاحظ الفيديو هسه اذا نشوفه هنا. لو تلاحظ يقول هنا هسه هذا المغناطيس مالتي اتجاه موجب سالب، او يعني ساوث نورث، ساوث نورث، ساوث نورث، يعني ساوث نورث اتجاه المجال المغناطيسي يكون ايضا يعني ازرق احمر، ازرق احمر، اذا هذا يكون هو اتجاه خطوط المجال المغناطيسي من ال من ال من اتجاه من ال من الان الموجب الى الاس اللي هو من الان اتجاه خطوط المجال المغناطيسي من الاتجاه الموجب اللي او من القطب الجنوبي الشمالي الى القطب الجنوبي تكون اتجاه خطوط المجال المغناطيسي. ايضا اذا نكمل به الموضوع مالتنا، ايضا اذا كملنا بالموضوع مالتنا هنا، اذا يقول خلينا هذا المغناطيس مالتنا، اذا خلينا هذا المغناطيس مالتنا بهذا يعني مثل الشيفت مثلا فرضا، يقول راح اني اخلي حركه هذا المغناطيس اللي هو ثابت بالشيفت، اذا بقي ثابت بي يعني اذا بقي وبالشفت هنا راح يسوي لي وراح يعمل لي اللي هو راح يعمل لي انه راح يسوي لي تنافر. شوف انا يقول جبت القطب هذا، انا يقول جبت هذا القطب، بالتالي يعني هذا هو يعني جاب القطب هذا اللي هو لو تلاحظ انه جاي يتنافر جاي يتحرك، يعني لو تلاحظ جاي يعمل يعني كل ما يصير تنافر يجي يعني يعكسه بقطب اخر، لو تلاحظ صار نفسه راح يجيب معاكس له، هذا يعني حتى شنو يسوي تنافر،
يعني يجيب قطب مشابه له حتى يسوي تنافر. هاي التنافر يسوي لي حركة لإلمن للمغناطيس. شوف اها جاب مشابه له، راح يجيب مشابه له. هذا العملية وراح نستبدلها اذا بدلناها بقلب حديدي، اذا جبنا قلب حديدي او اي شيء حديد او برغي مثل ما نشوف احنا هنا، ولفينا عليه السلك. هذا السلك راح يصير عندنا، راح يصير هذا الجزء راح يصير عباره عن مغناطيس. لو تلاحظ هنا المغناطيس يبي مخربطه، اذا لفينا عليه سلك وغذيناه بالاسلاك وخشرنا المصباح وخلينا مكان المصباح هذا الملف الكهربائي، الملف الكهربائي اللي لفينا عليه سلك على هذا وصار عندي ملف، بالتالي هذا راح يصير بحد ذاته مغناطيس لان بدي اغذيه بالكهرباء الدي سي. بالتالي اتجاهات القطبين مالته راح تتوحد، يصير ان، هذا يصير يعني اتجاه السهم راح يصير ان، واتجاه وخلف السهم يكون ساوث يعني اللي هو الجنوب. بالتالي راح يصير عندنا مغناطيس كهربائي. ممكن اني بهذا المغناطيس الكهربائي ان اتحكم ب هذا المغناطيس، ممكن اطفيه شغله بكيفي، فهو في كل الاحوال هو مغناطيس كهربائي. هنا اذا اردت يعني تلاحظ ايضا هذا المغناطيس يجذب القطع المدنيه والتنافر، وهذا ممكن يعني راح ابدل القطبيه بهذا المغناطيس. بس لو تلاحظ يقول هنا ايضا يجذب المغناطيس الاخر الدائمي، زين افصله، ممكن اذا افصله يبطل يصير مغناطيس، ممكن ارجع يصير مغناطيس وهكذا. ايضا بنفس الاسلوب اذا اقلب البطاريه راح تنقلب عندي القطبيه. شوف صار عندي ساوث نورث ايضا، واذا اضل اقلب بالبطاريه راح تظل عندي القطبيه مال المغناطيس هذا الكهربائي راح تتغير من ان الى اس. شوف من ان الى اس وهكذا، اذا اضل اغير بالاسلاك تتغير عندي القطبيه، يصير مكان ان اس، مكان ما اضل اقلب بالبطاريه راح اسوي مثلا بالاسلاك من يمي، اقلب السلك من يمي اقلبه، كل ما اقلبه تتغير عندي القطبيه، كل ما اقلبه السلك تتغير عندي القطبيه مال هذا. طبعا يقول هنا اذا ظل هذا السلك راح يحمى عندي الملف، اذا ظل السلك دائما مشتغل راح يحمى عندي الملف. ايضا كل ما اقلب السلك الاسلاك الاطراف الاسلاك ذني راح يصير عندي تتغير القطبيه. هذا الموضوع طبعا راح نستفاد منه بتدوير ملف، راح نستفاد منها بتدوير الملف. بس ركزوا هنا شوية، إذا شلنا هذا الجزء وخلينا مكانه هذا البرغي المتحرك اللي هو مغناطيس عبارة عن مغناطيس، زين وطيته قطبية طيته كهرباء وصار عندي مغناطيس وبدلت راح أبدل الأسلاك، زين راح إذا بدلت هاي الأسلاك الموجودة عندي وتلاحظ هذا أن بأن حتى خليه يختلف لازم أبدل قطبية، بدلته صار مشابه يعني حركه صار مشابه حركه يعني صار تنافر، صار ابدل القطبيه عن طريق تبديل الاسلاك، صار مشابه ما يفيدني لازم اخليه يتحرك على طول الوقت هذا حتى يفتر عندي، كانه يشبه الجزء الدوار بالموتور اللي يفتر داخل الموتور، فحتى حتى اخلي الموتور يفتر لازم ابدل الاسلاك او اقطاب الاسلاك اللي جايه من البطاريه والى الملف حتى تتغير عندي القطبيه حتى تتشابه الاقطاب حتى تتنافر، ما تتنافر تبدا عندي يفتر عندي هذا الملف الدوار اللي هذا بمحل او بمكان يشبه الملف الدوار البرغي هذا، فابدي اغير بالاقطاب شابها تنافر، ابدل الاقطاب شابها تنافر، ابدل الاقطاب شابها تنافر وهكذا. اذا وخرنا هذا، اذا جبنا مغناطيس اخر يعني من الجهتين ممكن اقوي العمليه مالتي، تزيد عندي العمليه تبديل الاقطاب بشكل جيد، ويزيد عندي عند دوران هذا الملف. لو تلاحظه يظل يفتر هذا عندي ملف، ليش؟ لانه انا غايه من تبديل اسلاك حتى اخلي ذني يشابه الطرف يعني البرغي نهايته تشابه مع نهايه المغناطيس الثابت، اذا شابها راح يفر، وهكذا بالطرف الاخر البرغي ما يعني بدايه البرغي والمغناطيس الاخر حتى اخلي اطرافه تشابه، فاذا شابه طرف المغناطيس الاول مع البرغي بدايه البرغي وطرف المغناطيس الاخر مع نهايه البرغي راح يصير عندي تنافر، والتنافر راح يعمل ب يعني لف هذا البرغي اللي هو يعتبر بمثابه الجزء الدوار. اذا بدلنا اقطاب المغناطيس بشكل يعني منحني وحتى يقوي المغناطيس مالته، وبدلنا هذا البرغي وخلينا مكانه السلك اللي هو يصير بالملف، بالتالي اللي هو الارميتشر قلنا عليه سلك، زين حطينا هاي الكهرباء واللي هو مثل ما تشوفوها انتم
راح يصير عندي مغناطيس عبارة عن بهذا الملف بهذا الشكل، يعني القطب الموجب الاس الساوث الجنوب لفوق والشمالي دي جوا، بالتالي هذا يعني راح بالتالي راح شو يسوي من 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 انساب تيار كهربائي في الملف حسب قاعدة أورستيد وحسب قاعدة لينز. إذا مر تيار كهربائي في ملف تولى حول المجال المغناطيسي، بالتالي صار عندي مجال مغناطيسي اللي مثل ما تشوفون أنتم صار عندي جنوب وشمال. فلما صار عندي جنوب وشمال هذا الجنوب راح ينجذب إلى الشمال لاحظ ويوقف يوقف، فأنا حتى ما أخليه يوقف، حتى أخليه يتنافر، حتى أخلي هذا الجزء الأحمر مع قباله، حتى أخلي هذا الجزء المنحني الأحمر المقابل لازم يقابل جزء احمر، والجزء هذا الازرق المنحني لازم يقابل جزء ازرق. ليش؟ حتى يصير تنافر، حتى يظل يفتر مالته. فلهذا السبب حتى اخلي هذا التنافي يصير عندي لازم ابدل الاقطاب، مثل ما تشوفون ابدل الاقطاب حتى يبدا يفتر عندي هذا السلك الجزء الدوار داخل الماتور الالكتريك الماتور الكهربائي. بالتالي انا حتى اتخلص من الاسلاك راح اجيب حلقات ينزلق عليها منه البراش الفرشات الكربون، فدني حلقات. لو تلاحظ متصلات بيما بالاسلاك، لو تلاحظ هاي فتحات تفصل لي، فيظل يفتر انا اقدر بالتالي عن طريقها هاي الفرشات المعدنيه او فرشات الكربون اللي هي راح اغذيها بالكهرباء، مثل ما مكان ما انا قاعد ابدل راح اغذيها بالكهرباء. هاي من اغذيها بالكهرباء تبلش لي يعني تزود لي ملف وتخليه ذات اقطاب نورث وساوث. بالتالي يعني لو تلاحظ مكان ما انا قاعد ابدل بالاقطاب راح انا اخلي هذين حلقات الانزلاق يعني الرينج السليبرينج، وبالتالي اخلي فرشات الكربون ذني فشار كربون يطبيه سلك كهربائي يغذي لي الملف ذني يطبيها تيار كهربائي مثل ما قلنا، ويحول اللي هي دائما ملتصقه، يقول هذا الفرشات الكربون ملتصقه بالحلقات المعدنيه، فاذا مر بها تيار كهربائي راح يتحول هذا السلك الموجود عندي الى يعني الى مغناطيس كهربائي، راح ينجذب الى الاحمر، لازم اخليه تنافر بهاي الحاله، فراح بهاي اللحظه راح يصير عندي تبدل يعني تبديل المن لمكونات الاسلاك، يعني من تقلب القطبيه مثل من الساعه من شفنا من تقلب القطبيه مالته بالضبط. هذا لو تلاحظ هاي اللحظه صار تبديل القطبيه، بهاي اللحظه صار عندي تبديل القطبيه ايضا، ومن تبدل القطبيه انعكس اتجاه التيار صار عندي انعكاس بالمغناطيس، بالتالي صار تشابه وهكذا. لو لاحظ ايضا اذا يعني مثل ما تشوفون هنا يبدي كل ما هاي كل ما قلب مثل مسافة قلب هسه بدل، وهكذا كل ما غير اتجاه التيار صار مغناطيس جديد، غير اتجاه التيار كأنه قطبية ينعكس بها بالأسلاك بهاي الطريقة. أيضا إذا يعني بهاي الحالة راح هنا اتجاه الدوران راح يكون ضعيف، يعني لأن بس عندي سلك واحد. تلاحظ ايضا بدلت قطبيه لان دا يتبدل مكانات دا يتغير، يعني كانه دا قد يعني اقلب بالقطبيه مال الاسلاك، لان الاسلاك اللي هنا باللون السمائي كانه دا اقلبيهن واقلبيهن عن طريق الحلقات ذن الانزلاق. لو تلاحظ بالتالي اني عندي دوران يعني السلك هذا اللي هو داخل الدي سي موتور الكتريك موتور الموتور الكهربائي. طبعا هذا الحركة الدوران هاي تكون بطيئة، فحتى قويها شو نسوي لها؟ نجيب ايضا سلك اخر بصفه حتى تقوى عندي العملية. شوف تلاحظ هذا حتى يقوى عندي الفرة مالتي اجيب سلك اخر وهم اربطه بمبادل كوميوتيتر زين، وهذا بالتالي لو تلاحظ هسه هذه الاطراف ذني اطراف متصلة، السلك الاول اللي هو بشكل افقي متصلات بها راح يتغذى بالكهرباء، بمجرد ما بس يريد يوقف يجي مكانه السلك الاخر. لو تلاحظ هسه اذا متصل بالكهرباء راح يصير مغناطيس، بمجرد ما يجي يوقف ابدل باللي بصفه راح يبدل. لو تلاحظ شوف الحلقه هنا راح يتبدل عندي، بالتالي تحول المغناطيس بالتناوب، راح يصير عندي مغناطيس بالسلك الاخر قبل لا يوقف، راح يبدل على الثاني راح يصير عندي مغناطيس بالسلك الثاني
وهكذا صار عندي مناطق بسلك ثاني وهكذا الى ان تبدي يعني هذا عندي عمليه الدوران بسبب التنافر اللي يصير عندي داخل هذا الموتور الالكتريكي. اذا زودنا الاسلاك راح يزيد عمليه قبل ما قبل ما يوقف الثواني محسوب نحسبها بحيث يظل يفتر وتزداد سرعه دوران هذا يعني سرعه دوران هذا الملف الدوار ابو الجزء الدوار. طبعا هذا الكوميتيتر لو تلاحظه لو اذا فاتحين انتم شايفينه يبدي يزداد حركه دوران جزء الدوار داخل الملف، وهذا يعني جدا مهم. اذا زيدنا الاسلاك طبعا هنا هذا سلك واحد، طبعا هذا ضعيف ممكن يحترق. انا هسه هذا السلك الموجود هنا هو واحد سلك واحد، راح اخلي مكانه فد 10 سو 10 لفات به واحد اثنين بحيث يصير ثخين. لو تلاحظ هسه ثخنا حتى شنو يصير قوه، يعطينا قوه يعطينا عزم دوراني قوي. شوف شلون اعطينا به اسلاك كثيره هنا، كل سلك واحد خلينا مكانه 10، مكان سلك واحد خلينا مكانه مثلا مكان ما لفه واحده سوت 5 لفات 6 لفات 10 لفات حتى يقوى عندي الموتور وما يحترق مثلا. فهنا لو تلاحظ ايضا يبدي يعني زودنا عدد اللفات مكان ما لفات قليله، زودنا عدد اللفات بالتالي هذا يزيد لي من قوه ودوران قوه دوران وسرعه دوران الموتور الموتور الكهربائي اللي هو الالكتريك موتور اللي هو شكله عاده ما يكون بهذا الشكل. الكوميتيتر هذا اللي هو عاده ما يكون بهذا الشكل ايضا، وهذا هو جزء الدوار اللي نحكي عليه اللي زودنا لفاته. اذا بهذا القدر نكتفي احنا، ننتقل الى محاضرتنا اللي هي تقول انه محاضرتنا اللي تقول انه انا عندي يعني موتور كهربائي. هذا الموتور الكهربائي مثل ما قلت انه بي سلك، هذا السلك اذا انطيه كهرباء لو تلاحظ هنا هذا اذا انطيه كهرباء اغذي بالكهرباء راح ينساب التيار الكهربائي في هنا في هذا الجزء، راح ينساب التيار الكهربائي في هذا الجزء من هنا يولد لي مغناطيس. هذا المغناطيس راح يشبه الاس، هنا يصير اس وهنا اس يتنافر، هنا يصير ان وهنا ان ويتنافر، بالتالي هذا التنافر راح يميل لدوران للجزء الدوار. طبعا الكوميرشال اند هاي باور موتورز يستعمل بالالكترومغنتيك ان بليس اوف في مكان البيرمننت ماجنت. طبعا المغناطيس الكهربائي يقول راح يستخدم هو مغناطيس كهربائي ان بليس او بدلا من المغناطيس الدائم. يعني هنا يعني هذا المغناطيس الكهربائي راح نخلي هنا مغناطيس كهربائي قلنا نسبي تيار كهربائي. هنا نوب ايضا large number of turn عدد اللفات مثل ما قلنا لتوصيل الاسلاك in the electric current في التيار الكهربائي في التيار. ايضا هذا ممكن ان يعمل لي higher power motor عدد اللفات اللي قلنا عنه. soft iron core القلب الحديدي اذا كان قلب حديدي جيد يعني نوع الموصل جيد ايضا ممكن يزود لي يعني قوة وطاقة الموتور الكهربائي. هنا قلنا احنا هاي ندري بيه اخذناها بالمحاضرة السابقة انه اذا عندي اني يعني مجال مغناطيسي هذا حركة في ملف ممكن هذا خطوط المجال المغناطيسي اللي تتغير تسوي لي فولتين محتاجة وتيار محتاجة وبالتالي يساب تيار في هذا كل بونوميتر. طبعا حسب قاعدة فليمينز اللي هي فليمينز رايت هاند رول اللي هي قاعدة يد اليمنى او قانون لينز او قانون فراداي اللي بي يعني اقدر اقيس مثل اذا تذكرون بالمحاضرة اللي فاتت بالفيديو يعني الاصابع اللي هي هنا هذا الاصبع الاصبع يشير الى قوة يعني الى قوة الاندفاع الى حركة الى قوة الحركة. وين قوة الحركة مالتنا؟ يعني مثل ما شفنا من الساعة بالفيديو من صار عندنا قوة بالحركة للاسفل او الاعلان فانفر عندي الكويل او الملف انفر فمن انفر هذا فهذا يدل هذا الابهام يشير الى قوة الحركة الى اتجاه حركة الملف زين. وهذا الاصبع السبابة تشير الى المجال المغناطيسي كما اخذناه بمحاضرة الفيديو ذاك اللي شفناه انه الابهام يشير الى قوة حركة قوة الحركة او اتجاه الحركة هذا الابهام يشير الى اتجاه الحركة والسبابة تشير الى المجال المغناطيسي وهذا الاصبع اللي بالوسط يشير لي الى التيار الكهربائي مثل ما اخذته بس هنا شوي ما مبين الصورة مو واضحة اكثر. فالفيديو اللي اخذناه هناك هو يكون يعني عادة ما يكون
يعني الفيديو يكون يعني السبابة هذا اللي بالوسط، هي اللي عفوا هذا اللي بالوسط، الإصبع اللي بالوسط هي اللي تبين، يعني تبين لي اتجاه التيار. فالفيديو بأوضح، هاي العملية تكون بأوضح. فانتبه، movement of conductor تكون اتجاه قوته إلى الأعلى، والمجال المغناطيسي، المجال اللي سببه تشير المجال المغناطيسي، وهذا أيضا أيضا الإصبع اللي بالوسط يشير اتجاه التيار، current induced، التيار المحدث طبعا كما أخذنا بالمحاضرة الأولى بالفيديو إذا تذكرون. هذا الموتور مع الأي سي ما نشتغل عليه عادة، إحنا بدنا نشتغل على الدي سي. هذا خاص بالأي سي، لو تلاحظ هذا خاص بالأي سي، يعني بس كعلم معلومة لكم أنه هذا الجزء الدوار، وهذا الموتور الثابت، هذا اللي يفتر وهذا هو الثابت، واللي يعطل عادة هذا الجزء اللي يعطل، لأن اللفات تكون بيه قليلة. فمثل ما قلنا، إذا سلك واحد مثل ما شفنا بالفيديو راح يحترق، إذا سلكين ممكن يحترق، إذا بال يعني بالمكان الواحد أقدر ألف 15 لفات يصير قوي الموتور وما يحترق. ولهذا عادة إحنا بنروح من تروح يعني لمصلح الموتورات يلف، يعني يغش من يلف لفات قليله، هاي اللفات قليله يسبب لي يعني باحتراق او بانه يتلف هذا الموتور عندي، لانه ما يدي يخسر اسلاك زايده، فينطي اسلاك قليله وبالتالي يحترق، وما يضر شاشه لانه يحترق، فاللي عنده خبره فما يقدر، ما حد يخدعها. فهنا الجزء الدوار اللي هو زين، هو الجزء اللي يدور والذي يعني يرتبط بالشفت مثل ما قلنا، يعني ما يحتاج البيرنجز، يقصد به انه الاسلاك الاشياء اللي تحمل اجهزه الدوار، مثل هذه الحلقه تحمل لي اجهزه الدوار. هنا الاستيتر هو الجزء الثابت اللي هو هذا، اخذنا اللي هو ذن المغانط الثابته مثل ما شفناها بشكل منحني. وايضا الايرجب، بس بدي اوضح الايرجب، موضوع الايرجب. الايرجب يقول مسافه بين الروتر والاستيتر تسمى بالايرجب. اذا الايرجب يعني كل شيء مهم، يقول لها تاثير كلش مهمه، اند جنرالي از سمول از بسبل، وهي بشكل عام عاده ما تكون صغيره اكثر ما يمكن. اذا كانت كبيره از لارج جاب هاز سترونج نيجاتيف، اذا كانت كبيره الايرجب راح يكون لها تاثير يعني هاز سترونج نيجاتيف افكتيف اون ذا بيرفورمانس، على الاداء. is the main source، انه المصدر الرئيسي من البور لللو بور فاكتور اللي عامل القدره المنخفض. at which motor اللي بيها الموتورات اوبريت، والتي تعمل فيها الموتورات. the magnetizing يعني current، التيار المغناطيسي يزداد، شو وقت يزداد؟ with the air gap، مع الاير جاب. التيار المغناطيسي يزداد مع الاير جاب، يعني اذا التيار المغناطيسي احنا يعني احنا التيار الكهربائي ما نريد تيار مغناطيسي، التيار المغناطيسي فد شيء يعرقل التيار الكهربائي. فليش وقت احنا يعني التيار المغناطيسي يزداد مع الاير جاب؟ لهذا السبب يقول for this reason the air gap should be minimal، اصغر، يعني يجب ان يكون قليل الى حد ما. الاير جاب يعني الاير جاب مالت الفتحه اللي ما بين الجزء الدوار ما بين الجزء الثابت المغناطيس الثابت، لازم تكون فتح صغير اقصر ما يمكن، مو صغيره فد نوب، لا اصغر ما يمكن ولا كبيره فد نوب. زين، حتى شنو احنا يقول، حتى نتخلص من التيار المغناطيسي. زين، حتى نخلص من زياده التيار المغناطيسي، the gap should be minimal، يجب ان تكون اصغر ما يمكن، very small gaps، يعني وبالتالي يقول اذا الفجوات صغيره جدا ماي بوز، ربما انه سبب لي مشاكل كهربائيه، بالاضافه الى النويز واللوسز، بالاضافه الى الضوضاء والخسائر. الوايندينجز هي اللفات اللي قلنا عليها من اني، اللي هي عباره عن لفه الاسلاك، اللي هي عباره عن يعني اللفات اللي هي عباره عن اسلاك، اللي هي عباره عن اسلاك. هاي الاسلاك هي يعني that are laid، اللي تكون تلمت في على شكل كويلات. لان هاي الاسلاك اللي تلمد على شكل اسلاك في هاي الاخاديد اللي مسا شفناها بالجزء الدوار.
نعرف لا عفوا الجزء الثابت هنا أنا. هاي الاسلاك اللي تلمد بهذه الاخاديد هنا لازم اللفات قلنا تزداد، مو سلك واحد ولا سلكين، لازم يزيد عدد اللفات حتى الموتور يصير قوي وما يحترق ولا يتلف. زين هنا عندي الكوميتيتر اللي هو يعني الكوميتيتر اللي شفناه من ساعه اللي هو اجزاء اللي هن المبدلات اللي يبدل لي الاسلاك، يبدل لي يعني قطبيه الجزء الدوار اللي هو يستعمل حتى يبدل الانبوت اوف موست دي سي ماشينز لمكان الدي سي اند، وايضا اي سي ماشين اذا يشتغل بالاي سي ماشين، بس احنا درسنا حاليا بالدي سي ماشين. وايضا يتكون من سليب رينج مثل ما شفنا الحلقات ذني اللي هنا قطع سليب رينج اللي هنا معزولات من each other and from the shift. The motors من الارميتشر يعني الارميتشر مال او الملف مال الموتور، تيار الارميتشر مال الموتور يجهز خلال يعني يجهز من خلال مثل ما مستحشناه بالفيديو استشيني بروشز من خلال فرشات، تكون هاي فرشات يعني ثابتة through stationary brushes in contact، تكون مع اتصال ويا الكوميديتر الدوار مثل ما مستحشنا بالفيديو. هذين الفرشات الكربون تكون متصلة دائمي مع هذين الحلقات التبديل الكوميديتر والذي سبب لي which causes required current reverse والذي سبب لي تيار انعكاسي، يعكس لي اتجاه التيار، من يعكس لي اتجاه التيار يعكس لي اتجاه القطبية، بالتالي راح يصير تشابه بالاقطاب راح يفر لي الجزء الدوار، بالتالي يسوي لي يجهز لي باور تو ماشين الى الماكينه بشكل يعني اسلوب اوبتيمال مثالي اوبتيمال مانر. سيرش كارنت انترفال مثل هذا كذا تيار منعكس يقول الموتور ود سوف يتوقف الى ستوب، يعني ذا موتور ود بريك سوف يتوقف لبرهه، يعني يعني اذا 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 ما نعكس الاقطاب مثل ما مسح شفنا راح الموتور عندي يوقف يعني راح يتوقف، فنضطر انه نعكس القطبية حتى يضل يتبدل ويشابه الاقطاب ويضل يفتر يشابه الاقطاب في التنافر ويفتر وهكذا. في ضوء ذلك يقول فان الامبروفد تكنولوجيا التقنيات المحسنة والمتطورة بالتحكم الالكتروني والتحكم السنسرليس كنترول اندكشن موتور والموتور الحثي وكذلك ايضا مجالات الموتور البرمننت ماجنت موتور فيلز مجالات الموتور المغناطيسي الثابت وايضا انه الاكسترنلي كوميوتد انتكشن والحث الكروم والحث والمحركات الحث ذات التبديل الخارجي ذني كلهن راح تزيح لي وراح توخر لي ار ديسبليسينج منه الالكترو ميكانيكال كوميوتد موتور توخر لي محركات الموتور محركات الموتور ذات التبديل الكهروميكانيكي يعني الكتروميكانيكال صارت قديمة كأنه، وهذا اللي يجي هو حسن لي من هاي الحالة وزاحت لي وخرت لي الالكتروميكانيكال كوميوتيتد موتورز محركات ذات التبديل الكهروميكانيكي. إذن هاي محاضرتنا كل شيء، إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق، شوفكم بخير، مع السلامة.